والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها السادة والسيدات، أيها الحضور الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الذي نريد له أن يكون منطلقاً للبحوث التربوية العلمية التي تشخص واقع التعليم في البلد وتفتح الآفاق أمام تطويره لتصبح مخرجات نظامنا التعليمي ذات مكانة متميزة على المستوى العالمي. ولا شك أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المناقشات العلمية المثمرة والدراسات الفاحصة التي تأخذ الميدان أساساً ومنطلقاً لها. لقد أبى المركز على تنظيم هذه اللقاءات في مقره مع مجموعة محدودة من المهتمين بالتعليم، وأراد هذه المرة أن يوسع النطاق لما يطبع الموضوع من أهمية، ذلك أن الإبداع والابتكار هو سر التميز والنجاح وأساسه. إن المركز جمعية عالمة تهتم بالبحث العلمي والدراسات وتقيم الاستشارات المتصلة بالتعليم تشخيصاً وتقويماً وتحديد حاجات، كما ينظم الملتقيات بخصوص التعليم وغيره من التكوينات، ويعمل على تشجيع حركة الطلاب بالبحث لهم عن الاختيارات المناسبة وتسجيلهم في المسارات التي تناسبهم لمواصلة دراساتهم، كما ينوي إصدار مجلة لنشر البحوث والنشرات المتصلة بالتعليم. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكركم على تلبية الدعوة والإسهام في هذا النقاش والعمل، كما أشكر باسم المركز الجهة لتوفيرها هذه القاعة المناسبة لاحتضان هذا اللقاء.